سلام البنات، واش راكم؟ ما شاء الله تكونوا كامل ملاح، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم حبيباتي راح ندير لكم وصفه الشعر. بزاف لي يقولوني في ليكم لي يقولوا لي في ليكم ودي واش ديري شعرك وعلاش كيفاش طوالك فيه اسكو كنتي تفكر على وصفه وشبو ما شاء الله كنت تعجبك. المهم انا نستخدمها صافي دوزون نستخدمها، لقيتها مليحه بزاف، تطول الشعر ويكثف الشعر تاني وتاني لابريونس. المهم في هذه الوصفه راح نستخدم زوج بيضات وزوج فرماج فري، علبة فرماج فري. نستخدم ثلاث ملاجين اكو ثلاث طبوان فرماج فري. وبيان سور انا شعري طويل، لازم نستخدم كونتيتي كبيره، ولا حبي وانتم على حسب شعركم، الى طويل ولا قصير ولا انتم اللي تعرفوا. وراح نبداو في الخليط، نديرو البيض ونزيد عليه الياغورت. وتقدروا حبيباتي لا بلاص فروماج فري تديروا ياغورت طبيعي، زمام تستخدموا مثل ياغورت ناتور، وبيان سور راح نستخدموا اواني تاع الحمام. واللي بغات ديروا بالميكسور ولا بالباتور تخلطوا نورمال، بصح انا راح نخلطوا بارك بيديا على خاطر يتخلط بسهوله. ويما تاني ما تحبش تخلط الخلطات شعر ولا الجسم في الكوزينه، تقولي نحس روحي شغل ديتي حول تاع الحمام للكوزينه، على بالكم بسيشيك تاع يمات كيفاش داير. تظام تمشي جانتو كثير ما ثين وحمج انت سخرج انت الشواج تكوزين تقل الشواج لادو شوكولي. ليسونسييل وهنا نجي نديرها بهذه الطريقه، اكست ولي مثلا استخدم لا فاصون يكي الترويغ مليح مليح، اما تغلم لا بوماد. بيان سور حبيباتي الى كاين واحد في الدار يديرها لك هكذاك خير، بصح انا خواتاتي راحوا كامل صافي راح نديرها وحدي. وشوفوا هذا هو القوام في الاخير، شغل اون كريم. بيان سور تحذامي الاول بعض كخامه كنت تخدم ماكينه خير، يمكن يا كثر وجه ويلان ثاني لان تمشطح وزمانات تخدميت. وبيان سور حبيباتي قبل ما تابليكيو الماسك لازم تسلكوا شعركم مليح باش يدخل لا كريم فيه، وتدخل مليح في لي غاسين. وتاني حبيت نعطيكم نصيحه وحبيت نعطيكم نصيحة اللي عندها شعر كثيف والشعرة تاعها رقيقة، سورتو اللي شعرها طويل ويتخرب كثير، ما تمشطش من الفوق، لازم تبداو تسلكوا من التحت ومن بعد تطلعوا للفوق هكذاك بالعقل حتى يولي مسلك كامل. هذه هي الطريقة الصحيحة لسلك الشعر. وبصح هنا يعني كما قلت لكم حبيبتي هنايا شعري كان مسلك وما استخدمتش هذه الطريقه. باقيتي حذايا قبل انا ابليكي الماسك نيا في شبوف يلقى تفرمتكم مليح شبوفني ايوا كنت تكشم مليح تكشم مليح لا كريم نيا اللي داخل هذا دوك اللي راسين. وبيان سور انت غير تفكر اتفكا يون الكونساي كني يبسيدي تعاني شبوب نسنت يقوى مليح، يعني شغل تخرف سزجا شغل نزدني نسنت يرقيق مليح. صافي لا ميثود دوك يرهاني وكنا اتمش نمت شبوب نون كونتو شبوب نون كونتو ردي تنتا وشغل ردي يسهج مليح يوفالو. اذا قد دفدوم تسقوما من بودا ستاوي ستاوي تسلم تاو ساون ابري دفدو ضادو حصي وساون نورمال. أذاغا باس أفضل شبوه مي فلا يعني كمي قراي حالها يعني ذا أنت ودي أنت والا خطا خلات حذين وسين أنت مش فلا أنت شبوه كيني دي جد يوش وسين غاية نقاط أمي تفهمي ما مشي تمشضا وفقد الصح ودي تكسر خلا جنز ذن ما تمشضا كينا. وبيان سور كي تشوفي شعرك كي يطيح كي تمشطيه ما تخلعيش على خاطر يقولوا لازم كل نهار كي تمشطيه راح تطيح لك 60 شعره باش يعاود يجدد، سورتو في موسم الخريف.
كي ندي نعطي حذايا شغل وما ما جيت انت ودي شبوف كنت وتخلع مثال على خطر قارن داك يا شغل كل ما تمشي ضش بوفين ينهار كيجي اذا قد يغدي دارنت 60 طنزه دين كشبوفين يوا كنا دي مور وجديد سورتو حارث هذون ليسونسيال كي راكو تشوفو هنا يا حبيباتي بديت نابليكي فيه ولازم ندخل مليح يديا للداخل باش يلحق الماسك للفروة الراس ومن بعد نجوزو بلا بروس امشي كيف تولم تتيح لي لقي بدا تخدم الماسك ني الا قص شي مليح في سنوا على داخل جوك نضوضو نتا لي راسين يا انا برميس الكيا غادي استدير استبروست وهنايا كي كملت كامل شعري دركا راح نغطيه بسيلوفان ولا ساشي كيما حبيتو بصح سيلوفان خير باش ما يسيل لكمش هذاك الخليط وهكذا تخليها ببري زوج سوايع ولا ثلاثه سوايع. وتاني حبيت نعطيكم نصيحه مهمه جدا في لابيريود تاع الصيف كي تديروا هذا الماسك ما تطولوش عليه بزاف على خاطر البيض يدير فطريات على فروه الشعر. اكنت ولمت لقيتي حذايا خدموك الماسك نا فوق رويي وسلكاتو كلي ابريغوم ما سيلوفان زعما مثل تغوم سوساشي كيف مع هذا سيلوفان يا خير وكنا تدو مالك تدو منتاك تملاجينا فوق سومي مسورتو ما خدموش شغل اتجدا كن سنة سوايع انا ثلاثة ابري دانتي اذا كنت تفكر كونسي اذا قد حذنمت لا بيريود يكون فدور ما تخدم مثل الماسك دي ستيم لاجين وتعطيه مثلا مليح كقاروي نكون تخطر يخدم لي شامبينيون كشمن وقاروي. هاد الماسك حبيباتي تديروه زوج خطرات في سمانه ولا خطره واحده وكي تديريه ربع خطرات ولا سته وتبداي تنقصي وتديريه خطره في سمانه ولا خطره في 15 يوم كي ندي نعطي حذايا الماسك كيني تخدم سيني فارد ني سمانه نيو نوفريد ابري مث صمد تخدم ضربه تيكاج ناس تيكاج تفضو تنقصو تخدم نيو نوفريد سمانه نيو نوفريد 15 يوم. وهنا يا كي كملت الماسك تاعي توسخت الحاله في الحمام وشعر دار حاله وحبيت نجوز عليه قبل ما تطلي ما عليه وتلقى هكاك تقتلني وصرت البيض والريحه تاعو دار حاله في الداخل نا كنت ذاتي حذايا ذا جيميس الشوك اللي الماسكني نوع داغز تشطح ولا دوشني خاطر الماسكني شغل زرق وكا الرياف صافي لا قد دا في لاس قبل تظلي ما في لاس يثن وراني خرجت من الدوش وحبيت نوري لكم الطريقه اللي ندوش بها شعري. لازم حبيباتي تدوشوا شعركم بالمقلوب هذه هي الطريقه الفعاله لنمو الشعر واعاده الدوره الدمويه لفروه الراس جربوها خياتي ما تخسروا والو حتى يما بكري تدوشنا هكا كي ندني غاتي حذايا اشوف كنت تمشون بمقلوب يا خير تاجيو كل لا ميطو دوك جهني وكنا وكنا دي مغاش بوفو يكون تا شغل دو أذوان التاريني دا من الروقارو يتفاد بيان يعني. وكما تشوفوا هنا يا حبيبتي شفت شعري وراكو تشوفوا النتيجة قبل ما نجوز عليها شوية ليسور خرج هايل ورطب وراح تشوفوا النتيجة في الأخير كي ندير ليسور. هنا تاني خياتي مقبل كان شعري متشنشف حتى بديت بهذه لي ماسك طبيعية بدا يتصقم وبيان سور كاين بزاف لي ماسك كاين تاع الثوم تاع البصل المهم كاين بزاف والله يا خياتي ما درت له حتى قطرة سيروم ولا زعما قرا ولا اثنى لقيت حدا كان ثولم سداست كان شطح وشيشوار وعاد استخدم على لي سور اكي شطح ما استخدم على لي سور تولي مثلا فيها ديفور كاش بوفو زي كاتي حذاي الا يتشارف ماشي تيرا يفارو يا غامي امي تجمع تدرت امي تجمع تدرت كفارو مي قسمي فدا لي ماسكي كيو كلي تمورث كلي يفدو تقعد صافا يفدو تقعد كلي
والى هنا حبيباتي لحقنا لافان تاع الفيديو. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم، وما تنسونيش باللايك وابوني في لاشين تاعي. الى فيديو اخر ان شاء الله، ارتم لي ليت ان شاء الله في حماي، ان شاء الله اختو مارا ان شاء الله يجفا ونشد نهار مساء.